كثير من الناس انساق كثير من الناس الاهتمام بالظواهر والشغل بدا في ذكر المولد النبوي الشريف ونسوا احياء الذكرى بما يليق. طبعا نحن نغتنم كل فرصه سواء كانت مولد او غير مولد من اجل ان نقف مع حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم او مع بعض المعاني الاسلاميه من اجل ان نثيرها، لاننا نعرف ان هنالك محاولات لتعتيم ولتصرف الناس عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. المناهج التربويه لم تعد تهتم بهذا الامر، المساجد الان اصبح دورها دورا ضئيلا، كثير من الجهات تخلت عن رسالتها. فمثل هذه المناسبات اذا هي حسن استغلالها بان تنظم مثلا فيها قصائد شعريه وتلقى فيها دروس ويربى فيها الجيل الجديد وتعلم فيها السيرة وتعلم فيها وقائع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يربطنا بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون فائدة هي أن الناس يتذكرون على الأقل بأن لهم رسولا عظيما هو الأسوة وهو القدوة وأنه يجب أن يعودوا إليه. طبعا ويدرأوا ويستبعدوا من هذه المناسبات كل أنواع الشعوذة والبدع، إن هذه مناسبة ولكن نستغلها من المشعوذين ومن من من المضلين ومن اصحاب البدع ومن الذين يدعون الى الاختلاط والى الفسوق ويظهرون بعض الحماقات التي تضحك منها الشعوب والامم. هذا الامر طبعا ليس داخلا، وهؤلاء لا يفعلون هذا الامر في المولد فقط، يفعلونه في كل مناسبه، وانما يتخذون يختارون هذه المناسبه لتظهر الشيء اللي يوقع في مدن في مكناس وفي سلا وفي كذا وكذا، لا صله له بالمولد اصلا، انما هو نوع من مهرجانات الفولكلوريه التي لا تتصل بالاسلام لا من قريب ولا من بعيد. ولكننا اذا اقمنا ندوات ودروسا ومحاضرات وكذا وكذا وتجمعات من هذا الامر، فالامر ان شاء الله فيه خير.